راية وطنية في كل بيت، هكذا استهل القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية في منتداها التحسيسي للاستفتاء المقام بالمتحف الجهوي عبد المجيد مزيان بشلف، حيث أكد السيد حمزاوي عبد الرحمن أن الجزائر الجديدة تبنى بالروح الوطنية الصادقة وبسلوك المواطنة الفاعلة كما يقول. فلا بد احنا اليوم ان نستلم هذه المعالي ونستلم هذا الروح، لان الجزائر الجديده تبنى بالروح الوطنيه الصادقه وتبنى ايضا بسلوك المواطنه الفاعله. احنا في الكشافه الاسلاميه الجزائريه ومع المجتمع المدني نعمل على غرس قيم المواطنه الفاعله الحقيقيه اللي تخلي من المواطن مواطن صالح يساهم بايجابيه ويقدم الواجب بتاعه تجاه الوطن. وما هذه الانتخابات وهذا الموعد موعد الاستفتاء الا للمحطات التي لابد ان نعبر فيها عن المواطنه الحقيقيه ونساهم في الادلاء بارائنا تجاه يعني القضايا المعروضه امامنا. مشروع التعديل الدستوري اخواني اخواتي سكان هذه الولايه واداراتها، مشروع التعديل الدستوري يعتبر محطه هامه في او مدخل هام لبناء هذه الجزائر الجديدة والقيام بإصلاحات عميقة. وأنتم تعرفوا والأكيد الكثير منكم اطلع على ما جاء فيه التعديل الدستوري، ونحن نعمل من خلال هذه المنتديات أننا نشرح ما جاء به التعديل الدستوري. هذا التعديل الدستوري الشيء الأساسي اللي جاء به هو أنه رسخ وأكد على أن مرجعية الدولة الجزائرية هي مرجعية بيان أول نوفمبر 54، حفاظا على إرث الشهداء وحفاظا على تضحيات الشهداء. هذا البيان اللي هو المرجعية الأساسية للدولة الجزائرية، اليوم المشروع التعديل الدستوري جاء باش يأكد ويرسخ هذا الثابت الذي لا يتغير. مشروع التعديل الدستوري أيضا الذي سيعرض الاستفتاء في أول نوفمبر المقبل جاء ليحمي ويحافظ على مكونات الهوية الوطنية.